قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. جبت لكم ضيف قوي، ضيف طبعا شفتوه في تويتر صح؟ ما توقعت، أدري أنكم مصدمين، أدري. رحت برامج المجد لين طلعته. رحبوا معي باسمي واسمكم واسم جميع العالم بالنجم الصاعد البطل القوي مبارك القحطاني. يا سلام. صارت تحكي لا لا تلف ولا لا تدوخ، دنيا متعب قدي وانا المذيع المشهور، أسامة لا 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 تحاول علي، من صاير مغرور تراني للفوز واصل، عينك ما تشوف الا النور، هوزني اجمل حكايه واللي يشاركنا مسرور، التوانى في النهايه كل واحد يمثل دور. انت متعب؟ يقول انا متعب. انت مبارك؟ انا مبارك. انت مبارك القحطاني؟ اي مبارك. انت قصر صوتك لحد يسمعنا. آه. قصر صوتك اسمع يسمعنا. يا اخي صراحه يا اخي شكلك يخوف يا اخي. كيف يخوف؟ خفت منك صدق. انت سؤال الحين، انا ترى توهكت، انت معاي ولا ضدي؟ لا انا معاك. انت انا معاك. اسمع ها، الموضوع كالاتي. اي انا شفت الاسبوع اللي راح. ايوه ما فزت انت ربع. ها حلو، جيت افوزك. جيت افوزك. الله يسلمك، تفويزه رهيبه صراحة. أنا زعلان، شفت كيف أنا هزمت الحلقة اللي راحت؟ شفت كيف لبنى سوت فيني لبنى؟ لا صغيرة، لا تركت اللعبة وقعدت تشرح لي، تقول أنا كنت مسكت الكرسي. المفروض أنا أبكي، ما هو أنت أبكي، أنا اللي أبكي، أنت اسمع بعدين قدر ظروفي ثم شاركني في هذا اللي فيه. صدق والله؟ نعم والله جد مبارك. اسمعني، جات لبنى ذاك اليوم وحقتنا، قاعدة تشرح كرسي ما مسكها في اللعبة و وسحبت على اللعبه. طيب اسمع، وانهزمنا في النهايه. اسمع ايه يا اخي، ما شاء الله يا اخي، هذا حلو هذا يا اخي، مو جايب هذا والله يا اخي. ذاك محامي انت، هذا حق محامي هذا؟ هذا حق محامي زار. والله ما شاء الله ما شاء الله. انا خالي محامي، زرفته منك. لا اي والله، والله اخي طويل يا اخي مره يسحب. خلاص يا اخي، ذكرت باختي الله يرحمها، كانت تلبس كذا هي اول ما تغطت كذا. وانا قوتنا منك. خذ شيء على مقاسك. فشلتنا. لا كويس. لا اسمعني، شوف انا خويك هذا وينه؟ خوي سويت له مشكله ومريض ولا راح يجي اليوم. اقول لك شنو، الله يشفي، الله يشفي يا رب، الله يشفي ادعي، الله يشفي، الله يشفي يا رب. لكن شوف هذا اول قوتي. ايه اخويك ما جاء، خله تعاملاتي الخاصه خليتها معي. انا بديت خلني ارحب اللي معاه عشان نضحك عليه. يلا يلا يلا. طبعا اعزائي الجمهور، اللهم لا شماته، وصراحه نحن واياكم نتحمد بالسلامه للاستاذ اسامه الزهراني، طبعا مريض، الله يشفيه ويعافيه ويقوم بالسلامه. امين. ويا خذ راحتك، خذ راحتك الحلقه هذه، الحلقه اللي بعدها الحلقه، خذ راحتك يا اخي، احنا البرنامج اهم صحتك. صح. نعم. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال، لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.